أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نشاهد هذه الجموع الإيمانية العظيمة، هو مشهد من مشاهد التوبة والأوبة والإنابة، وقفة مع الله سبحانه وتعالى في أراضيه الطاهرة المقدسة. رغم تباين الألوان واختلاف اللغات، إنه مشهد من المشاهد التي تحيي القلوب. إنه يوم عرفة أيها الأحبة، الذي تفضل الله عز وجل فيه على عباده بالمغفرة والصفح، فالكل هنا بقلوب مؤمنة رافعين أصواتهم وقد تضاموا حفاة الأقدام حاسره تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لا يريد العودة خائبة، يدعو الله ويبتهل إليه بدموع حارقة ولسان وأيد ممتدة إلى السماء، تطلب قلب خاشع يترقب المغفرة من الذنوب والآثام. إنها لحظات إيمانية عظيمة. أذان صلاة المغرب والكل هنا أقبل على الله تعالى بدمعة وتوبة وإنابة. تلك الدموع التي ما نزلت من أعين أصحابها إلا وفيها صدق المحبين وشوق العاشقين. تلك الدموع الهاطلة الغالية بغلاء مضمونها، والمرتجفة بارتجاف صدر صاحبها، الصادقة بصدق مالكها، بل هي دموع زكية لا يخالطها رياء ولا غش ولا جمود.
محملة برجاء، وسايرتها حرقة الدم وألم المعصية. هطلت بكل خضوع وخشوع.